كبيرة جدا اللي حضراتكم سمعتوها النهارده، القرارات الاقتصاديه المهمه جدا. وقرارات في ايه بقى؟ قرارات في الانشاءات داخل النادي لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه، قرارات في حلم عائله النادي الاهلي. عائله النادي الاهلي بتبدا من كابتن محمود الخطيب لغايه اصغر اهلاوي في مصر وفي العالم كله. عائله النادي الاهلي حلمها الاستاد، طيب لغايه لما يتم بناء الاستاد اللي هيمشي بالتواكب مع وجود استاد عندنا اللي هو استاد الاهلي السلام، اللي هو هيبقى استاد السلام. هنجيب الاستاد وهنطور الاستاد وهنعمل فيه قطاع للناشئين بالكامل هناك، ملعبين، وهنعمل استراحه لغايه لما يتم بناء الاستاد الجديد، استاد الاهلي، الحلم اللي كلنا بنسعى له كعائله النادي الاهلي. بس كده مش هنعمل حاجه تانية؟ لا. طيب مقر النادي الاهلي في الجزيره، مقر النادي الاهلي في الجزيره زي ما الكابتن قال 18 فدان، 18 فدان دول اصبحت صغيره على الناس شويه، طب نعمل ايه؟ لا، نطلع نجيب حمام السباحه اللي موجود في نادي المعلمين اللي جنب النادي الاهلي علشان نطور ونكبر ونخدم اعضاء الجمعيه العموميه. مقر النادي الاهلي اللي في التجمع الخامس النهارده، كابتن خطيب قال ان تم الانتهاء او تم الاتفاق مع الهيئه الهندسيه للبدء في البنيه التحتيه لهذا الفرع، لهذا المقر اللي في التجمع الخامس. النادي الاهلي دائما ما يفكر خارج السرب ويغرد خارج السرب. راح الصعيد علشان هو يعلم ان اهل الصعيد كلهم او معظمهم بيحبوا النادي الاهلي عشان يبقى موجود في وسطهم وموجود جواهم. هو ده التفكير، هو ده الاسلوب، او اسلوب الاداره. اسلوب الاداره، مش الاسلوب الاداره ان انا اطلع اقول والله انا هعمل واعمل 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 وما اعملش حاجه خالص. لا، اسلوب الاداره ان انا اشتغل واموت نفسي كمجلس اداره وكمحمود الخطيب ان انا اعمل كل اللي جمهور النادي الاهلي عايزه، كل اللي اعضاء الجمعيه العموميه عايزاه، كل اللي انا كمجلس اداره وعدت بيه الجمعيه العموميه وجمهور النادي الاهلي. هو ده التفكير، هي دي الاداره اللي ماشيه بطريقه صحيحه.